صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 29 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الاثنين 19 ذو القعدة 1444 هجرية الموافق 5 من يونيو 2023.